بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي مطعم صبحي كابر اتحرق، فطلع المالك بتاع المطعم بيقول ايه بقى؟ بيقول ان يا جدعان انا بتهم صبحي كابر ان هو السبب. طب يعني الموضوع مش هيبقى بالبساطة دي، يعني ايه يعني او كده، ايه بيحرق لك المواشي يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا. وبعدين قال لك انا مش عارف سبب الحريق. ازاي مش عارف سبب الحريق؟ ازاي انت صاحب المطعم فانت ازاي مش عارف سبب الحريق؟ يعني انت لو انت اتحرق عندك حاجة قد كده في البيت تبقى عارف سبب الحريق، ماس كهربائي، اي حاجة تبقى فاهم ايه اللي حصل. يعني ان هو قال لك ده احنا عاملين مداخل صيانة وبتاع، بس احنا لحد دلوقتي مش عارفين ايه هو سبب الحريق. طب الحريق ايه بقى؟ الحريق محدود جدا في الدور الثالث، حته ولعت وبعدين بعد كده خلاص. قال لك والاصابات 3 اصيبوا باختناق. ف3 اصيبوا باختناق ده معناه كانك انت جايب ايه شويه اوالح ذره ومولع فيهم. يعني انت لو انت مولع في شويه ورق في 3 قاعدين هيجي لهم اختناق عادي. يعني ف الموضوع بسيط. يعني ايه الحريقه؟ مش حريقه ايه دمرت الدنيا، ولا حريقه دمرت المول اللي هو فيه المطعم، ولا اي حاجه خالص. ولكن هو بيتهم المعلم صبحي كابر وبيقول ان هو ليه يد في الموضوع وحاجات بالشكل ده. ف يعني مش عارف انا قصه صبحي كابر دي هتفضل مستمره لحد امتى. وراجل طلع لايف واتكلم، قال في كلام كتير عن الموضوع، وقال ان العمال هم اللي شايلين الدنيا وان هم شغالين في مكانهم وان مفيش اي حاجه. بس طبعا دي حاجه ممكن تحصل، اللي هي قصه ان ممكن اي حد يعني يبقى عنده محل ممكن يحصل حريق بالشكل ده يعني. وطبعا حسبي الله ونعم الوكيل والكلام ده كله. ولكن برضو هي غريبه، يعني ان ايه ان مطعم بعد ما يتباع ويحصل عليه البروباجندا دي كلها، بعد كده بشهر يطلع حد يقول يا جماعة ده المطعم اتحرق، او اتحرق جزء منه، او في دور اتحرق، او اي حاجة يعني. وان المعلم صبحي كابر ليه دور يعني كده. بس دي ايه سكة افلام اوي يعني ايه في حاجة بتحصل في الافلام انت صعب انك تتخيل ان هي ممكن تحصل في الواقع. فلما بتلاقيها حصلت في الواقع بتستغرب اللي هو ايه ده، معقولة بالسهولة دي راح مولع له في الدور الثالث فطلع لايف فقال انا شاكك ان صبحي كابر هو اللي عمل كده بس ما عنديش دليل. فانت كده بتحس انك انت بترجع لفيلم تمانيناتي. ففعلا ساعات الواقع بيكون يعني ايه مدهش اكتر من الخيال، او اكتر من الدراما، او اكتر من السينما، وهكذا.